بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الطفل الصغير في بطن أمه. اليوم درسنا بعنوان انظروا إلى العظام. لقد تبين أن الجنين في بطن أمه ينشأ من بويضة ملقحة بنطفة المذكورة في الدرس السابق، تكلمنا عنها. وبعد عدة أسابيع من النمو يبدأ العظام بالتشكل، ثم يقلف هذا العظام باللحم تدريجياً، مع أن العمليات معقدة جداً، أنه لا يمكن للحم التشكل قبل العظام. ولذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً، سورة البقرة آية 259. أن العظام تخلق أولاً ثم تكسى باللحم والعضلات. لو سألنا أي طبيب اليوم سيقول أن خلايا التي ستشكل العظام الجنين تخلق قبل الخلايا التي ستتحول إلى عضلات ولحم. وسؤال: أليس الله تعالى هو من أخبرنا بهذه الحقيقة قبل 14 قرنا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الكلمات تدل على أن القرآن جاء قبل العلماء ب1400 سنة وأخبرنا بحقائق جديدة على العلماء توهم يكتشفونها في هذا العصور القريبة. والله أعلم.